بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، نحن اليوم في 19/2، هذه بدايات نزول درب النحل أو أبو قرن. أبو قرن أشد فتكا على النحل من أي حشرة ثانية، يقتل النحل بالعشرات، الواحد منها ممكن يقضي على 10 في اليوم وينزل بالمئات في المنطقة عندنا. فراقبوا إذا لقيتوا هذا العلة هذا موجود عندكم، ما له حل غير نقل، لأنك تنقل نحلك من مكانك. نحن نسوي له صيد بالشبك سابقا، نسوي له صوت، نحن نسوي له نصيده بالشبك، مثل شبك كرة السلة هذا مع عمود طويل، ونمسك منه بالخمسمية بالأربعمية بالثلاثمية، فتخيلوا كم عدده راح يكون. ويعيش فردي طبعا، يحفر جحر في الأرض مناطق طينية ويعيش فردي، وكل يوم يلقط له 10-15 نحلة. يعني لو 1000 موجود اعتبر 70,000 نحلة سارح منتهي في اليوم، لو 2000 اعتبر 140,000 نحلة سارحة منتهية في اليوم، لو 3000 ضاعف العدد، وهل ما جرى أقل قليلة 10 في اليوم. يعني صعب جدا جدا جدا، هذا لم نجد له حل إلا الشبك اللي كلمتم عنه. نحاول نخفف منه بهذه الطريقة ونصيد منه كميات بالخمسمية بالأربعمية. الحمد لله نحن نقلنا نحلنا يعني إلى منطقة العشب، باقي مجموعة ما نقلناها وبدأ النزول. الله المستعان، لاحظت أن النحل ما يسرح أبدا، اللي بدري يبكر ويرجع. طبعا في النحل عنده استراتيجية، لأن النحل منتخب يبكر ويرجع بدري ويعرف توقيته، وقبل المغرب تقريبا من الساعة هذا يكون يطلع، يروح يعني يطلع النحل ويرجع. هذا النحل المنتخب يعني اللي صارنا سنوات ننتخب فيه، هذه صفة من الصفات الموجودة في النحل عندنا. لكن حجز النحل كل هذه الفترة بالرغم من وجود هذه الصفة، يعني الإنسان إذا قدر يتحاشاها أفضل. طبعا يتطلب منك تغذية داخلية وشغل، والحمد لله الأرض معشبة، فانتبهوا له، اللي ما يعرفه يتعرف عليه. شوفوا نقطة بتشوفوا على راسه، أيوة هذا فتاك أشد من الوساد. هذا ما عندي ما عند الله خير وأبقى، هذا ما عندي ما عند الله خير وأبقى، والحمد لله رب العالمين. انتبهوا لنحلكم وراقبوا، كل واحد بس يشوف يفك الخلية ويروح، لا شوف حولك يمينك يسارك، طالع الأشجار اللي حولك، شوف ذيب النحل في المرعى. إذا كان في المرعى مثلا في سيح ولا في منطقة وهو موجود في المرعى ما بتشوفه، راح يقضي على النحل في المرعى. تقبلوا تحياتي، أخوكم محمد.